في العادة يقف على هذه المنصة المتحدث أو المتحدثة باسم البيت الأبيض، يجيبون على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بسياسة الرئيس، لكن الأمر أصبح مغايرا منذ عام تقريبا، حيث يتشارك على هذه المنصة متحدثان، كارين جان بيير التي تتحدث بالسياسة الداخلية، وجون كيربي الذي يتحدث باسم الرئيس فيما يتعلق بالملفات في السياسة الخارجية، وخصوصا وأن اسمه قد برز كثيرا منذ بدء الحرب على غزة. هذا أحدث توتر في داخل البيت الأبيض لدرجة بأنه عبر للبعض بأنه يريد أن يكون المتحدث الوحيد باسم البيت الأبيض، بينما قال جان بيير أيضا لبعض التسريبات بأنها تريد أن تحتفظ بمكانتها كمتحدثة وكأول متحدثة تدخل التاريخ كامرأة من أصول إفريقية، وهذا ما يزعج بعض الديمقراطيين في الكونغرس. لكن التوتر لا يزال بين هذين المعسكرين، ويقال بأن الرئيس بايدن يطلب في العادة نصيحة من كيربي الذي عمل أيضا في وزارة الدفاع وفي وزارة الخارجية، لكن الأمر يبدو الآن يشكل بعض العوائق بالنسبة لتحديد الموقف بالنسبة للسياسة الداخلية والخارجية من متحدثان يقفان في نفس المكان في هذا المنصب أمام الصحفيين في داخل البيت الأبيض. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.